تؤكد الجزائر مجددا على الدور التمويلي المحوري الذي تطلع به المؤسسة الدولية للتنمية، كما تشيد بتخصيصها لأكثر من 70% من مجموع التزاماتها لإفريقيا خلال العملية 20 لإعادة تأسيس موارد المؤسسة. وتطلع الجزائر إلى انتهاج مقاربة طموحة ونوعية في عملية إعادة تأسيس الموارد، تساهم في رفع سقف الموارد الميسرة مع مراعاة احتياجات البلدان المقترضة، كما تجدد دعمها للمبادرات والآليات الكفيلة بسد فجوة التمويل وتخفيف وطأة الديون ورصد الموارد الضرورية للمجالات ذات الأولوية.